للنادي الاهلي، يمكن زي ما انت ذكرت طبعا مباراه الدوري العام ومباراه اليوم سموحه والاهلي على استاد الاسكندريه في التاسعه والنصف ان شاء الله باذن الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي زي ما شفنا الحقيقه الجديه الكبيره والاصرار وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء اللي كانت بارزه جدا خلال المباريات الماضيه وتحديدا مباراه بيراميدز في بطوله كاس مصر. ان شاء الله باذن الله الدوافع موجوده والرغبه موجوده، لكن ينقصنا ان شاء الله محمد التوفيق مع التحضيرات الممتازه والمتميزه الحقيقه من الكابتن سامي قمصان القائم بالاعمال المدير الفني لفريق النادي الاهلي. ضغط كبير جدا الحقيقه وتلاحم كبير للمباريات، يعني 48 ساعه دي ما بتقدرش ان انت تتاهل فيها لا ريكفري ولا تقدر ان انت تعالج بعض الاخطاء في المباريات الاخيره. فالحقيقه يمكن بنلتمس العذر الجهاز الفني للاعبين على الحمل الكبير جدا والضغط الكبير اللي فيه من بطوله كاس مصر لبطوله الدوري العام، سفر الى الاسكندريه امر صعب جدا على فريق النادي الاهلي، لكن خلاص اللي هو ده الواقع وهو دي الامور اللي قدامنا ولابد ان الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي تتعامل مع هذا الامر. والحقيقه بيتعاملوا محمد بكل قوه بكل جديه في هذه المرحله الدقيقه جدا من تاريخ النادي الاهلي ومن تاريخ كل لاعب. المرحله دي مهمه جدا، يمكن الجهاز الفني بيقوم بدوره زي ما بناكد في كل مره، لكن الدور الاكبر على اللاعبين في هذه المرحله، واللعيبه بتادي الحقيقه كل اللي عليها برغم الغيابات ورغم حاله الاجهاد الكبيره جدا اللي بتضرب اكثر من لعيب في كل مباراه. كل مباراه بنفقد لاعب واثنين وثلاثه، امر صعب جدا على الجهاز الفني وعلى الشكل العام للتوليفه ال11 اللي بيكونوا متواجدين. انت عايز يكون على الدكه عدد من اللعيبه تصنع الفارق بشكل كبير جدا، لكن عندنا النهارده يمكن بشره كبيره جدا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي كانوا غايبين خلال المرحله الماضيه وعادوا الحمد لله في مباراه اليوم، على راسهم حمدي فتحي، حسين الشحات، ايمن اشرف، علي لطفي، محمد عبد المنعم، اضافه ان شاء الله باذن الله لفريق النادي الاهلي سواء اختيارهم في التشكيل الرئيسي او على دكه البدلاء. لكن محمد يمكن لم يتم اعلان القائمه امس الحقيقه، كل بيتساءل على قائمه فريق النادي الاهلي، الكل بيتساءل مين خارج القائمه. انا هقول لك طبعا سريعا قائمه النادي الاهلي المتواجده في معسكر فريق النادي الاهلي هنا في الاسكندريه: الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، كريم فؤاد، ديانج، حمدي فتحي، كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، صلاح، محسن، زياد، طارق، حسام حسن، محمد شريف، ومحمد عبد المنعم وقفشه. اللي خارج من القائمه: بدر بنون، محمود متولي، عمرو السوليه، ومحمد محمود. عمرو السوليه الحقيقه بذل مجهود كبير جدا من الفتره الماضيه والتلاحم الكبير لمباراته، يمكن كان صرح الكابتن سامي قمصان على الجهد الكبير الحقيقه لعمرو السوليه، ريح يوم من التدريبات ويمكن كمان النهارده في تأني كبير جدا عليه ان هو يكون خارج القائمه للاستفاده بيه ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او في بطوله كأس مصر. بدر بنون ايضا كمان هي رؤيه فنيه، متولي رؤيه فنيه، محمد محمود رؤيه فنيه، الموجود ان شاء الله باذن الله في قائمه فريق النادي الاهلي في قمه تركيزه من النهارده كالعاده. دخولنا يكون في المباراه جيد بشكل جيد جدا لفريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله الاداره الفنيه المميزه للكابتن سامي قمصان اللي شفناه على مدار المباريات الماضيه يكون ختامه مسك ان شاء الله النهارده للكابتن سامي قمصان قبل بقى الاعلان والامور الخاصه بها المدير الفني. كلنا في انتظار طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب للاعلان بشكل كامل ان شاء الله سواء الميعاد وايضا كمان المدير الفني واسمه وكل الامور دي. لكن باكد لك يا محمد اللعيبه فصل هذه الامور بشكل كبير جدا، وده اللي اكد عليه الكابتن محمود الخطيب في تدريب الامس. تواجد الحقيقه الكابتن محمود الخطيب كلماته بتبقى بسيطه جدا، لكن اكد على ان لابد يكون غلق تام لكل الامور الخاصه بالمدير الفني وكل الامور دي عندنا مهمه صعبه. المباراه اليوم مباراه سموحه، فيا رب محمد الاجواء اللي احنا عايشين فيها وحاله التركيز الكبيره جدا اللي مع لعيبه النادي الاهلي يكون مردودها هايل النهارده ورائع كالعاده في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه، وده اللي بنعمله ان شاء الله. في انتظار بقى جمهورنا ان شاء الله، جمهور النادي الاهلي يزين استاد اسكندريه كالعاده، يعني السند الدعم كل حاجه بنقول على جمهور النادي الاهلي في هذه المرحله. فيا رب محمد نكون موفقين النهارده في مباراه اليوم. اعتقد ده اول معسكر لمحمد عبد المنعم منذ فتره طويله، يعني حتى من قبل مباراه الوداد المغربي يا كريم. بالتاكيد يا محمد طبعا، يعني منعم واحد من الاضافات الرائعه والمميزه جدا، قوته واصراره وشخصيته بتبان في المباريات الكبيره جدا، فالنهارده اضافه كبيره جدا ممكن نشوفه النهارده على دكه البدلاء او في ال11 الرؤيه الفنيه طبعا للكابتن سامي قمصان. لكن باكد لك على جاهزيته التامه البدنيه والفنيه ان شاء الله النهارده يكون ورقه رابحه كالعاده مع فريق النادي الاهلي. الكل يا محمد جاهز، يعني كل اللعيبه اللي انا ذكرتها لك اللي راجعه من الاصابه جاهزه بشكل كبير جدا. انت عارف بيكون في تاني من الجهاز الطبي على اي لاعب يتم الدفع بيه، احنا خسرنا محمود وحيد الحقيقه في المباراه الماضيه، كمان غياب عبد القادر واكرم توفيق وميكيسوني، عدد كبير ايضا كمان من لعيبه النادي الاهلي. لكن ان شاء الله باذن الله الثقه موجوده في كل المتواجد، اي 11 راجل بيكونوا متواجدين محمد في ارضيه الملعب في بطوله الكاس مصر في بطوله الدوري رهاننا بيبقى كبير جدا عليهم، لان احنا بنشوف التدريبات وبنشوف الحماس، جلسات اللعيبه الكبار الكل بيتكلم على اهميه المرحله، واللعيبه الحمد لله بنشوفها في كل مباراه لاخر دقيقه، بتلعب لاخر دقيقه لاخر ثانيه. لكن التوفيق لو معاك ان شاء الله محمد نقدر نحسم مباراه اليوم بكل جديه وقوه ان شاء الله واصرار لعيبه النادي الاهلي المعهود والمعروف لدى جمهور النادي. برضه يا كريم عايز أكد معاك على معلومة، عمرو السوليه وخرج من القائمة المباراة مش لأسباب فنية أو أسباب طبية، هو امبارح اتمرن مران جماعي بالكامل والجهاز اصطحبه معاه إلى المعسكر في الأسكندرية، لكن في إطار فكرة الروتيشن،
التغيير والتدوير ما بين اللعيبه عشان ضغط الماتشات اكيد يا كريم. بالتاكيد يا محمد، طبعا هي نقطه مهمه جدا، لان انت يمكن بعد ما نخلص ممكن تلاقي اجتهادات كثيره جدا. السولية عنده اصابه، السولية عنده اجهاد عام، السولية عنده شد. لا انا باكد لك ان السولية هو تحفظ بس على عمرو السولية، لان مجهوده كان كبير جدا الحقيقه، يعني دوره كبير جدا الفتره اللي فاتت. يمكن الراجل ده ما ريحش بشكل كبير مع حمدي فتحي، مع ايمن اشرف، مع كل اللعيبه، لكن يمكن ايمن كنا فاقدينه في بعض المباريات، حمدي فتحي كمان بريح بشكل كبير خلال الايام الماضيه الام الحوض، لكن عمرو السولية باكد لك مفيش اي شيء لعمرو السولية نهائي. هو يمكن كان خد يوم راحه من التدريبات، اتمرن امبارح بطريقه مميزه جدا وادى جرعه تدريبيه كامله، لكن هو فيه تحفظ وتأني جدا، لان المشوار طويل. احنا عندنا محمد 48 ساعه مباراه، ثم 48 ساعه مباراه، امر صعب جدا، فلابد يكون الجهاز الفني والجهاز الطبي على تنسيق عالي جدا. طبعا اللعيب اللي نقدر نتم الدفع بيه، اللعيب اللي احنا نقدر نريحه، والسكواد مميز جدا عندنا. اي لعيب بيكون متواجد، انت عارف يا محمد طبعا، اي لعيب مهما كانت دوره ومهما كانت الوظيفه ومهما كان المركز مختلف، هي مهمه ان شاء الله باذن الله. لعيبه النادي الاهلي النهارده 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا جدا لفريق النادي الاهلي في الحفاظ طبعا بشكل عام على سلسله الانتصارات المميزه، ومنها ان شاء الله نقدر نلم نقاط خلال المرحله القادمه في ظل الضغط الرهيب على لعيبه النادي الاهلي في بطوله الدوري العام وفي بطوله كاس مصر. الجو عندك في اسكندريه اعتقد افضل من القاهره، يعني عايز قاعد النهارده نشوف مباراه كويسه بالليل في السهره في اسكندريه، فنسمات الجو كده، والجو عندك اكيد افضل كتير من القاهره. هو طبعا يعني قياسا بدرجات حراره القاهره، لا يعني اقدر اقول لك درجه الحراره هنا حتى هذه اللحظه يمكن في شمس، لكن في رطوبه شويه في هذه التوقيت، لكن 9:30 ان شاء الله موعد المباراه، الجو يمكن درجه الحراره تصل ل 23، الرطوبه تقل شويه. يا رب ان شاء الله المناخ يكون مساعد لعيبه النادي الاهلي. استاد الاسكندريه ارضيته مميزه جدا، فيعني ان شاء الله باذن الله الظروف والاجواء الطيبه جدا اللي احنا متواجدين فيها، فندق الاقامه، كل الامور دي يا رب يكون موفق فيها النادي الاهلي. وايضا كمان بندعي لطاقم التحكيم كالعاده يكون موفق في قراراته، سواء للنادي الاهلي ونادي سموحه، ان شاء الله يكونوا موفقين، وان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدر انها تحصل 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا يا محمد في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. في محاضره يا كريم قبل التحرك، ولا المحاضره اتعملت بعد الغداء على طول؟ لا يمكن اقدر اقول لك يا محمد، البرنامج الخاص بفريق النادي الاهلي يعني خلاص من لحظات كان انتهى وجبه الغداء لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني. المحاضره هتكون 7:30، يعني هي 10 دقائق فقط لغير المحاضره في فندق الاقامه، على ان يتوجه حافله فريق النادي الاهلي لاستاد الاسكندريه في تمام السابعه والنصف. انت عارف يا محمد يعني من فندق الاقامه حتى استاد الاسكندريه من 25 ل 30 دقيقه، فده امر طبيعي جدا انت تصل قبل المباراه بساعه ونصف، لكن المحاضره مش هتستغرق وقت كبير جدا، هي 10 دقائق بكثير جدا، ويتوجه النادي الاهلي لاستاد الاسكندريه. زميلي العزيز كريم احمد موفد قناة الأهلي، واللي بالتأكيد موجود مع بعثة الأهلي في الأسكندرية استعدادا لمباراة سموحة الليلة في الدوري، شكرا جزيلا ليك على كل هذه